عسلامة. عسلامة. لاباس؟ لاباس عشك. قد من نروح؟ سيد بن حسن سيدي ناجي الزغوي. مرحبا بيك. عندك مشكلة أنت مشو؟ عندنا ثلاثة مشاكل. عندنا منطقة سقوية تابعة ولاية القروان، فيها جزء من ولاية الزغوان، 81 فلاح، سنتاج قاسين عليه الضوج مع السيك 18 مليون، 11 سنة وحبس. 11 سنة سنتاج ما يخدم. الفنات مسيبة والحلاق مشات، ولا جاء لا جات اجنة ولا جاء مهندس ولا والي ولا علاقة. بالنسبة للزيتون سي زقانة. ايش فيها من زيتون؟ فهذا كل فلاح زرع 200 مثلا، يعني واحد زرع 50 زيتونه، ما فهمتني؟ وهما قداش من فلاح سمحت؟ 81 فلاح. وكل واحدة ما يقارب معناها عنده وي زيتون يزقوا فيه بالستين، ما العباد ما عادش ما عادش باش توصل. فهمت؟ ايش نسنا؟ اي نطلبوا من وزارة الفلاحة، هل جي لعين مكان ولا رئيس الدولة، خلي هما يمشوا كان يحبوا رئيس الدولة يجي يزور، فهمتني؟ مش تمشي تنقل مثلا للمنطقة هذه. أربع كابات دلوم تاع قنطرة تاع واد ما حبوش يعملوهم، فهمتني؟ بالنسبة للفلاحة راية تونس لك ما تلفتش تعمل تحل صناطيج وتعمل كنال مثلا، شبه عملوا كنال الماء يخرج شاق من مجرى يجيب فوشانة ويصب في البحر في نابل، علاش مش تعديش طول القروين مثلا؟ تولي كل مناطق صحوية كما مصر، تو مصر نحن نجيبوا معناتها في القمح، نحن ما عندناش. أنا واحد من الناس المشكلة هذه مشيتوش شكون التجأتوش المسؤولين باش يحلوا لكم المشكلة؟ عملنا فاكس ما خلاش. قداش سنة معناها ما شاء الله مش عندها مدة كبيرة. حد يجي مثلا مسؤول تابع القروان يعمل اجتماع في حانوت كي منطقة ريفية، هذه منطقة الفليسية هذه معزولة تماما ما عندها شيء. ظل هذه ملا هجم مشاو. هي نطلبوا وزارة الفلاحة ولا الدولة خلت تشوف الحكاية. أحوال الزيتون تو؟ ما ثماش. عم يجي كعبة لأن يقلي هو زيتون هذا وأصله تبع الدولة، كان بورقيبة بكر يخرج الجيش يزقي فيه. تو زيتون كان جمهورية كابلة خاطر جاته الحمراء والمطر مثلا مش تو 10 سنين. سمعنا أنه ليترا سنة باش تكون ب 35 دينار. خضروا تو في الحب نتاع الزيتون كعب أخضر يرسموا كيلو ب 5000. شوف أنت ليترا قداش يمشي بها حالك. فهمتني؟ يعني بحياتي ما تماش. نتمنى من الدولة تعمل قناة تلفزية تابعة الفلاح كما مصر، اتفرجوا مصر شوف تلاقوا فيها قناة تابعة الفلاح، وروا كل مرة يوروا منطقة وكل نهار في الجامعة يعملوا الوزارات اجتماعات نتفرج فيه من كمواطن نسمع الوزير شو يحكي. أنت أنه الدولة ما هيش عاطية أهمية للقطاع الفلاحي؟ ما ثماش لا مش حتى لوزارة الفلاح، ما نمشيش لوزارة الفلاحة برك، وزارة الكل وزارة التجارة القمح والفارين ولا نسمعوا بهم سمعتوا في التلفونات وفي التلفز، ما ثماش ما ثمش ساسا يجي بابور يوصل صفاقس ويروح يرجع. هي ما عندناش الدوله مش متلفته جمله. كون جات العباد منطقه سخويه انا واحد الناس نزرع قمح ونجم الدوله ونمش نهزهم القمح مش نصبوا في السيلون تبع الدوله لا. هي ما ثماش. شنو هي المشكله الثانيه اللي حكيت لي عليها؟ قلت لي عندك ثلاثه مشاكل. مش مشكله ثانيه هي يا خويا يزورنا وزير من الوزارات. شو اجتماعية تبع تجهيز يجي للمنطقة دي سيدي ناجي وبرشاوش والحنينية وعين بطوم مناطق ريفية يجونا كان وقت الانتخابات واضح ما تمشي ما يجينا حتى واحد وقت الانتخابات يجيكم يجيك وزير شاب تهبط معاه الوالي يهبط معاه المعتمد يهبط معاه العمدة يهبط الناس كل تهبط معاه هاي المشكلة الدولة مش متلفتة جنبي شعب ياسر فد ياسر بصراحة والله طبعا جزها ونحكي لك تو ملف تاع محكمة عقارية عندي قطعة تاع أرض تو الزغوان كامل ما نقولش فيها 100 متر تراب باش نعمل محكمة عقارية الملكية في بن عروس البلون في اللافيات عندك مشكلة تمشي النابل تو أنا من الأربعة تاع الصباح نندو ما كملش دفعت بلون في اللافيات نرجع له بعد ثلاثة أيام ها نوريك حاجة تقرا شوف من زغوان تجي لهنا بن عروس هي علاش ما عملوش محكمة عقارية مادام ولاية هي عملوا فيها محكمة عقارية يعني اسمع بصراحة تما أنا واحد عمري توا عمري 62 سنة ستوب إيش معناها ستوب؟ بشر مشيت تفلق جملة والله ماشي عشنا من الحكاية الصعوبات الأخرى اللي قاعدين تعيشوا فيها وتعانيوا فيها حاليا توا السميد ما ثمش السكر ما ثمش الزيت ما ثمش العطار ما يعطيك قطعة يعني إيتر الزيت لما تاخذ من عنده حاجات أخرى والناس ما عندهاش فلوس
الأغلبية الناس شيخوخة 180 ألف تاو برميلو ما مقابلني تويك الشورت 250 دينار مريول 200 ألف هي 180 ألف مش مشتمل ومش تقوم عائلة بصراحة تام الدولة مقصرة فينا والمهم يشوفون الموضوع نتاع الفلاحة هذه على منطقة الفليسية وضل هذه وسيدي نجي ما عندناش منطقة سقوية تو حابس الفنات وسنتاج حابس تو الوالي خاسر معناه في فلاحتك 11 سنة ما صورنا شيء خاسر فيه ما تولي 62 زيتونة ميتين ما تولك 62 ماتوا من العطش واش نصورهم وشوفوهم شوف جيراني كيفاش حلت الشقاق والارض ما ثمش ارض كبيرة نتاع جيب كل شيء ما الدولة مش متلفتة من جملة فهمتني تو انت سامحني ما تولك الزيتونات والبقية معناها ايش عامل فيهم؟ هذا انا نسقي فيهم 60 60 ب 50 دينار فهمتني؟ ب 50 دينار 60 فهمتني؟ قداش باش تسقي؟ ومطر ما ثمش تو عندي الشتاء ما صبش تو عندي 4 سنين ما ثماش حركتوش انتوما مشيتوش هكا وليش كان مش تمشي تمشي لوزارة الفلاحة يقول خويا ما ثما شيء ما جانا شيء راهي الدولة ما عندهاش فلوس هو السنتاج كان موجود هكا ولا موجود والذو قصوه على الذو حتى ما نحن منطقة نزقوا في الخضرة ونزقوا في الزيتون وثم منطقة يشربوا معنا في الماء ما خلصوش كما خلصوش هكا نتاع الشرب خلصوا عليكم خلصوا علينا الناس الكل هم عطوهم طوفانات يشربوا ونحن سوا حبسي خاسرين في الفلاحه نتاعهم. نتمنى الدوله تجي تصور المشروع هذا وخلينا نشوفه على طريقه تلبس. شنو تحب توصل مسيو الطلب نتاعك شنو هو؟ الطلب نتاعي يجي وزير الفلاحه يجي على عين المكان. وزير جديد هو يسال اللي قبل. فهمت؟ يجي ويشوف يتفقد ولا لا 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 لا. توا انت مسيو ماتولك 62 زيتونه اصحابك قلت لي 81 فلاح زاد ماتولهم زاد؟ اي مات ثم اللي مات اي. عوضوا بالجدر خاطر ما يعرف ثم الشاملين سهل هذا يعرف ما يحملش العطش موج الجدر الجدر تحمل العطش برشا زيتون ضر وكون تجي قناه تجي تصور تشوف تكشف كل شيء خلي لك كلمه الختام ختام انا نطلب من قيس سعيد يعمل طلب صراحه بروح صحيح نتمنى وزاره الفلاحه تعمل قناه تلفزيونيه تابعه للفلاح تو يظهر كل شيء تولي الناس كلها بس عليه ويعملون قرار نتاع ما يخرج من المجرد يمشي حتى للجنوب اللي عملوا به وتروت تونس جلمة مليارات يعملون الاخر بيس نتاع حلاق نتاع ما نشربوا معكم الماء ليه برا شوف الزيتون اللي يقلعوه في التروت برا شوف الماء صالح الشراب قاعدين تتمتعوا به ولا لا؟ مرة يقص يعني كل فهمتني نقصدوا بالشوية بشوية فهمتني كل نهارين ثلاثة يقص الماء لان القنوات سيطابت وما عندهاش الدوله باش تعاود لنا الحلاق من جديد.